اثنين اخرين اللي راهم في الدراسه الحل وكيفاش الحل سيد الوزير اي ملف راح يدرس رانا نسرعوا له في الاجراءات رانا وحنا درنا لقاءات عديده مع هذ المستثمرين وحكيناهم باش يدعوا الملفات. هذا مشكل من المشاكل اللي اعطى عليهم سيد رئيس الجمهوريه تعليمات صارمه رفع قيود على المستثمرين. انتم ما زلتوا تدوروا في واسم هذا المصايب هذه اللي راهي صاير. ويعني ويعطيك رايك راك مرتاح الجماعه يستناو بالك الاموال نتاعهم والقروض نتاعهم راهي مجمده ويعطيك رايك تقعد مرتاح والناس تستنى.